السلام عليكم ورحمة الله. أخبار منتصف النهار من 218، والبداية بأبرز العناوين. كاميرا 218 تتجول في رأس لانوف وترصد معاناة الأهالي. روسيا وإيطاليا تعارضان التدخل العسكري في ليبيا. صبراتة تطالب دعم الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. يعاني أهالي رأس لانوف من الغلاء الفاحش، ويثقل كاهلهم توافد النازحين على مدينتهم، ويتحدون الظروف لمحاولة العيش بصورة طبيعية قدر الإمكان. رأس لانوف عاصمة النفط في ليبيا لها وضع استثنائي، لأنها تجاور الإرهاب المتمركز في بلدة بن جواد على بعد 40 كيلومترا، والذي عينه دائما على الجائزة الكبرى في رأس لانوف. رغم كل الظروف السيئة، إلا أن أهالي المدينة يتمسكون بها وبالحياة، ويحاولون العيش في خضم هذا العبث السياسي الذي يسود ليبيا هذه الأيام. ليبيا مقسومة إلى ثلاث حكومات: حكومة طبرق، حكومة طرابلس، حكومة السراج، هذا في تونس، حكومة في المنطقة يصير منها. لكن أين المسؤولون؟ فيش حد قلب على البلاد ولا قلب على كلهم، على الكراسي وعلى المزايا الخاصة وعلى المرتبات العالية. لا يبقى عندي في تونس، ولا يبقى في المغرب، ولا يبقى في مصر، ولا يبقى في تركيا، وقرر في مصر ليبيا ضاعت. لقد اختصر هذا المواطن رؤية الكثيرين للمشهد السياسي العام، ثم حالة الغلاء الفاحش التي تعانيها المدينة وسكانها. أشكرتين ب25 دينارا في اليد. وهذا التاجر يشرح أسباب الغلاء. أسعار الخضر أغلبيتها بيجي من مصر، بيجي غالي واحد، وصار الغام تنصر المواطن، بيجي غالي. يعني الموز 75 دينار مكوى، صندوق نجاس هذا 75، صندوق التفاح 37 دينار في 9 كيلو. لا تشكو الأسواق من ندرة السلع، لكن غلاءها وعدم توفر السيولة في المصارف وتوافد نازح المناطق التي احتلها داعش هو ما يثقل كاهل المواطن. إنها حكاية مدينة تعيش مجاورة للخطر، لكن ذلك لا يمنع سكانها من محاولة العيش بصورة طبيعية. فهم بعد أداء فروضهم الدينية يذهبون كل إلى شؤونه، ولا يجبرون على التجمع ومشاهدة أعمال الذبح والتنكيل كما يحدث في المدينة المجاورة المختطفة. قال عضو مجلس النواب مصباح دوما إن لجنة توطين المجلس الرئاسي المتكونة من بعض أعضاء المجلس عادت إلى تونس بسبب وجود خلافات مع القوى التي ستؤمن الحكومة. وكان دوما قد ذكر لـ 218 بأن عددا من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وصلوا في وقت متأخر من ليلة الخميس للعاصمة طرابلس، ولم يصدر بعد أي تصريح من الرئاسي ينفي أو يؤكد ذلك. وشهدت العاصمة منذ أول أمس استنفارا أمنيا كبيرا وانتشارا للكتائب المسلحة في تمركزات بعدة نقاط بالمدينة. أعلنت حكومة الإنقاذ حالة الطوارئ القصوى في البلاد. الإنقاذ في بيان لها قالت إن مجلسها سيكون في حالة انعقاد دائم، وأمرت بتكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية، كما أمرت وزارة الدفاع والداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. هذا وكانت حكومة الإنقاذ قد شكلت غرفة عمليات موحدة لما قالت عنه حفظ الأمن داخل العاصمة وخارجها، ورفض أي محاولة لإدخال أي حكومة لم يتم التوافق عليها من الليبيين. الحكومة في اجتماع لرئيسها ونائبيه مع قادة الكتائب المسلحة قالت إن مهام القوى المشكلة ستكون فتح وتأمين الطرق وكل مؤسسات الدولة وتأمين الحقول والموانئ النفطية، مؤكدة على دورها كذلك في محاربة الإرهاب.
طلب أعضاء الحراك السياسي الليبي في بيان لهم اليوم تلاه أحد أعضائه في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس كافة السياسيين بالبلاد بتحكيم صوت العقل والقبول بأفضل الحلول والخيارات المتاحة الآن، وهو حكومة الوفاق الوطني، للحفاظ على ما تبقى من الوطن ووحدة ليبيا. كما طلب الأعضاء المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير حاجات المواطن وإعادة الأمن والاستقرار. وتصحر السيولة من المصارف وانتشار الأوبئة والأمراض. نحن حراك الشارع الليبي المتضرر من سياسات من وليناهم أمرنا، إذ يعيش شعبنا اليوم ضنك العيش مع قلة السيولة وتدني الخدمات بما فيها الصحة والتعليم والكهرباء ونقص الأدوية. وتصحر السيولة من المصارف وانتشار الأوبئة والأمراض وتكدس القمامة في الشوارع وانتشار الحرابة والخطف والتوقيف عن الهوية وعدم تأمين المواطن على نفسه وأهله وماله وضياع هيبة الدولة وغربة النازحين في داخل الوطن وخارجه. عليه نعلن نحن صوت الشارع الليبي واحد، نطالب السياسيين بتحكيم صوت العقل والقبول بأفضل الحلول والخيارات المتاحة الآن، وهو حكومة الوفاق الوطني للحفاظ على ما تبقى من الوطن ووحدة البلاد. ليبيا. اثنين، نطالب المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير حاجيات المواطن عامة وإعادة البسمة والأمن والأمان للشعب الليبي. ثلاثة، على الشعب أن يدرك خطورة المرحلة الحالية وأن يلتف على الجسم الشرعي وولي أمر واحد من أجل الحفاظ على لحمة الوطن. التوقيع حراك الشارع الليبي. وفي ذات السياق أكد النائب عبد المنعم بالكور مطالبته بنقل جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق على الهواء مباشرة. بالكور بيّن أنه لم يطالب بحضور مراقبين دوليين، وإنما طلب بحضور مراقبين من مؤسسات المجتمع المدني وعمداء البلديات، موضحا أن هذه المطالبة جاءت بعد فشل مجلس النواب في إجراء جلسة للتصويت على حكومة الوفاق. وأوضح بالكور بأن هذه الضمانات التي طالب بها الأعضاء الداعمون لحكومة الوفاق جاءت بعد فقد الثقة التي سادت بعد الأحداث الأخيرة، ولم ينجح البرلمان لأسابيع في إجراء جلسة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل المجلس الرئاسي. طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي بعدم اعتماد أي تحرك خارج القوانين الدولية لتسوية الأزمة الليبية ومحاربة تمدد داعش فيها. في ختام لقائه أمس مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، عبر لافروف عن قلق موسكو من خطورة ما تعتقد به بعض الجهات من تجاهل موافقة مجلس الأمن الدولي لتنفيذ عمليات عسكرية ضد داعش في ليبيا حسب وصفه. من جانبه أكد جنتيلوني بأن حل الأزمة الليبية يعد من أهم المصالح الوطنية بالنسبة لإيطاليا، لافتا إلى أن روما تقوم بالتنسيق الأمني حول ليبيا مع الدول ذات العلاقة حسب وصفه، مضيفا أن بلاده لا تنوي القيام بتدخل عسكري في ليبيا، وأنها ترى في حكومة الوفاق الوطني السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في ليبيا. طلبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في افتتاحيتها الجمعة المجتمع الدولي بضرورة التحرك لمواجهة تزايد نفوذ تنظيم داعش في ليبيا. وتساءلت الصحيفة عن جدوى انتظار المجموعات الدولية مطالبة بالتحرك قبل أن يبدأ ما أسمته بالسيناريو الأسوأ، ذاكرة أن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان سعى إلى التحذير منذ شهور من تزايد نمو داعش في ليبيا. أوصى وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بتسيير دوريات على حدود الدول الأعضاء التي تشهد اضطرابات للتصدي للإرهاب. التوصيات تضمنت تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العسكري والأمني، وسترفع هذه التوصيات لقادة الدول الأعضاء لمناقشتها وإقرارها في اجتماع يزمع عقده في المغرب في النصف الثاني من العام الحالي.
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة منح تونس قسطا من الأول مساعدات تبلغ نحو 25 مليون دولار لإقامة نظام مراقبة إلكتروني على حدودها مع ليبيا. وأكدت السفارة الأمريكية في تونس في بيان لها توفير نظام مراقبة متكاملة للحدود استنادا إلى أجهزة الاستشعار عن بعد مع تقديم معدات أساسية لأمن الحدود، فضلا عن دورات لتدريب الجيش والدرك التونسيين. ولم يذكر البيان موعد الانتهاء من إقامة نظام المراقبة الإلكترونية. وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت في فبراير الماضي الانتهاء من إقامة منظومة حواجز تمتد على حوالي نصف مسافة الحدود البرية مع ليبيا، وهي عبارة عن خنادق وتلال رملية. أكد مساعد وزير الدولة الإيطالي للشؤون الخارجية أميندولا بأن بلاده تتقاسم مع الجزائر مشاكل المنطقة وليبيا على وجه الخصوص. جاء ذلك عقب لقاء أميندولا بوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في الجزائر أمس الخميس، مشيرا أشار فيه إلى أن علاقات الصداقة التي تربط الجزائر بإيطاليا والتي لا تهدف إلى تسوية المشاكل الحالية فقط، وإنما تسمح للبلدين بالتوجه نحو المستقبل. خرج المئات من أهالي مدينة صبراتة في مظاهرة حاشدة لدعم الجيش والشرطة وتمكينهما من حماية البلد ومدنها وحدودها وعودة العدل والقضاء والوقوف يدا واحدة ضد الإرهاب والفوضى والفساد. كما طالبت المظاهرة بعودة النازحين الليبيين في الداخل والخارج إلى ديارهم وإنهاء هذه المأساة والمعاناة التي دامت 5 سنوات حسب بيان ختام المسيرة، الذي جاء فيه أيضا مطالبة المتظاهرين لأفراد القوات المسلحة من ضباط وجنود وعناصر جهاز الشرطة بالالتحاق بوحداتهم ومراكزهم تلبية لنداء الوطن. نعلن نحن أهالي صبراتة بكل أطيافنا وعلى اختلاف مشاربنا وتوجهاتنا السياسية والفكرية بأننا نقف صفا واحدا ضد كل صور الإرهاب وأشكاله العقائدية منه كما الجنائية، ونرفع الغطاء الاجتماعي عن كل من أجرم في حق الوطن وأهله. وإن حربنا على تنظيم الدولة الإرهابية داعش لم تضع أوزارها بعد، ودماء شهداء ملحمة صبراتة ضد المرتزقة الأجانب ومن مكنهم وآواهم وتستر عليهم هي التي نستمد منها عزائمنا على اشتداد هذا الورم الخبيث وكل المدن وقرى وأرياف الوطن الحبيب، حتى نتفرغ للتنمية والبناء بعد فرض الأمن عبر تفعيل دور المؤسسات والأجهزة الأمنية النظامية وعلى رأسها مؤسستي الجيش والشرطة، بعيدا عن التشادبات السياسية أو الانزلاق لأي فتن يراد بها شق الصفوف والالتفاف على وحدتنا الوطنية. وإننا إذ نؤكد على هذه المطالب المشروعة لا يفوتنا أن نحيي بإكبار كل شرفاء الوطن الذين تنادوا نصرة للحق ووقفوا موقفا مشرفا ذودا عن حماء هذه المدينة وأهلها في معركة الواجب التي اختلطت فيها الدماء الزكية، معلنة عن وحدة الصف والكلمة وانضمام كل الأهالي إلى قائمة أولياء الدم. الله أكبر. الله أكبر. فلا مكان بعد اليوم في صبراتة للعمل أو الفكر المتطرف، ولا عزاء لمن تستر عليه. وحراب بنادقنا جاهزة وأصابعنا على الزناد كلما نادى الوطن وفوهاتها. كلما نادى الوطن وفوهاتها لن توجه إلا للعدو المشترك لكل الليبيين بلا استثناء، وهو الإرهاب. إن زمن التهميش الممنهج لمؤسستي الجيش والشرطة ولا إلى غير عودة، ونشد على أيادي منتسبي هاتين المؤسستين للالتحاق بوحداتهم ومراكزهم النظامية وتلبية نداء الوطن الذي هو أحوج مما يكون لتنادي كل الشرفاء من أبنائه المخلصين وقيامهم بواجبهم الوطني تجاهه. ونحذر الأخطبوط الإعلامي والمالي الذي يساند التنظيم ويبعث في شرايينه روح الحياة بالتبرير وتزوير الحقائق لتوظيف انتصارنا الذي لم يكتمل بعد لمصلحة الطرف بعينه. كلما تعرض المتطرفون لهزيمة بحجم هزيمة تنظيم الدولة في صبراتة
فأننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا وسلامة أهلنا. وما مبتغانا من وراء حراكنا من وراء حراكنا هذا إلا المطالبة بالجيش والشرطة والرفض التام للأجسام الموازية لها، إلا وندعو لدعم بناء أركان دولة القانون والمؤسسات. وختاما نبعث برسالة مقتضبة واضحة جلية لكل من يعنيهم الأمر، ونقول إن عدتم عدنا ولا عزاء للمتخاذلين. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من صبراتة سالم محمد، أحد منظمي حراك صبراتة. سيد سالم، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. أولا، أول ما تم يعني أبرز ما تم التركيز عليه في هذا البيان، وكيف يمكن ترجمة هذه المطالب على أرض الواقع فعليا؟ مساء الخير سيد عبد الله لك ولكل مشاهديكم الكرام. أبرز ما تم تركيز عليه في هذا البيان هي يعني النقطة الجامعة كانت متعلقة بتفعيل دور مؤسسي الجيش والشرطة والابتعاد عن أي أجسام موازية لها. أما ترجمة مطالب الناس إلى أرض أو على أرض الواقع، هذه تأخذ دورها في ممارسة عبر ممارسة ضغوط شعبية إن شاء الله مستمرين يعني لحين تفعيل هذه المؤسسات وإدماج من يريد أن يندمج في المؤسستين الشرطية أو العسكرية كفرد. نعم سيد أفضل. نعم. طيب، بالنسبة لدعوتكم لمسألة جهاز الشرطة والالتحاق في الكوادر للقيام بعملها، بالنسبة لجهاز الشرطة في مدينة صبراتة، هل يقوم بعمله؟ هل هناك أي نقص من ناحية الدعم لهذا الجهاز لكي يقوم بعمله بشكل أكبر داخل مدينة صبراتة؟ لربما أنا لا أستطيع أن أحدثك مثلا بشكل فني بحت يعني يعلمه القائمين على مديرية الأمن بصبراتة وفي مراكز الشرطة أو المديرية من الناحية اللوجستية يعني التسلح وغير ذلك. إنما فعلا يعني المؤسسات الشرطية والعسكرية عقب ما جرى بالبلاد طيلة هذه السنوات تحتاج إلى دعم، ودعم يكون معنوي يعني من الشارع ومادي على مستوى الدولة على مستوى الوزارات المختصة يعني. طيب. نعم. يعني هل هناك نية للتواصل في المطالبة بهذه الأمور التي تم التركيز عليها من خلال بيانكم وإيصالها لربما إلى الجهات المسؤولة للتفعيل بشكل أكبر والعمل بشكل أكبر على تطبيقها على أرض الواقع كما ذكرت؟ نعم أخي عبد الله، هذا حراك بإذن الله يستمر، وأي حراك شعبي الغاية والغرض منه كما هو معلوم هو الضغط على الجهة الرسمية بحيث أنها تتبنى هذه التوجهات يعني. نعم. طب أي جهة رسمية يتم الحديث عنها الآن؟ هل نتحدث عن الجهات الرسمية والمسؤولة في مدينة صبراتة أم بشكل عام في عموم ليبيا للضغط بهذا الاتجاه؟ مجملا هو بشكل عام في عموم ليبيا الضغط بهذا الاتجاه، لأن هذا المطلب ليس حصرا على مدينة صبراتة وحدها كما تعلم، هو مطلب لكل ليبيين من طبرق إلى راس جدير. أما حراكنا فهو يعني بعيد عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلد الآن و خلافات الغنيه عن التعريف، انما نضغط على مؤسساتنا يعني نوفر لها سند معنوي واجتماعي يقف من وراءها في داخل مدينه صبراتة بالنسبه لهذا الحراك. طيب سيد. نعم. سالم، هل تعتقد بانه بالامكان تطبيق هذه المطالب بالفعل في ظل الظروف الحاليه التي تعيشها ليبيا وعموم مدن ليبيا، يعني وخصوصا مساله المطالبه بعوده النازحين الليبيين في الى الداخل والخارج الى ديارهم، عدا عن الامور الاخرى التي تحتاج لربما الى وقت لاعاده بنائها من جديد؟ اذا ما صدقت النوايا واخلصت النوايا كذلك لما لا، يعني النازحين اخذوا فترتهم في النزوح لسنوات، بل بالعكس يعني أصبح لدينا نازحين جدد من الصراعات التي نشبت مؤخرا يعني في البلاد. دعوانا هي تفعيل مؤسسي الجيش والشرطة لفرض الأمن في البلاد من ثم تهيئة الأرض الواقع لعودة الناس يعني. نعم. نعم، أشكرك جزيلا، كنت معي عبر الهاتف من صبراتة سالم محمد، أحد المشاركين في حراك صبراتة، شكرا جزيلا لك. قال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة رضا العكلي إن هناك سعيا من وزارتي الصحة بالحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ لتوحيد الجهود لإنقاذ القطاع الصحي بالبلاد من الانهيار. وفي مؤتمر صحفي مشترك بتونس عقب اجتماع ضم ممثلين عن الوزارتين بين العكلي بأن هناك نقصا حادا في الأدوية الأساسية.
جميع الأدوية يعني تقدر تقول أنها ناقصة في ليبيا. نحن حاولنا في خلال العام ونصف الماضية توفير الأساسيات وإلى حد ما نجحنا في ذلك، ولكن نظام الصحة في ليبيا اعتاد على كميات كبيرة من الأدوية وبأنواع جيدة جدا، ولكن للأسف هذا المستوى من توفير الأدوية والمعدات المطلوب نحن غير قادرين على توفيره، سواء كان دواء أساسي لدرجة حتى الإنسولين فقد عندنا في مستشفياتنا، وكذلك التطعيمات الأساسية إلى حد كبير يعني في خلال العام الماضي كان فيها نواقص. إمداد الطبي في ليبيا ميزانيته عالية جدا لدرجة في عام 2012 كانت 1.2 مليار، ولكن ما نطمح إليه وما نتمنى وما نسعى إليه أن نوفر الأساسيات من الأدوية للشعب الليبي بقيمة هي أدنى ممكن 250 مليون، أقل من ربع قيمة الميزانية الإمداد التي صرفت في عام 2012. ذلك يمكن التحصل عليه عن طريق منظمة الصحة العالمية. وعلى سبيل المثال هنالك من الأدوية كأدوية الأورام التي كانت تكلفنا في الماضي حوالي 7000 دينار ليبي، اشتريناها نحن عن طريق المنظمة بقيمة 450 يورو. وكذلك هنالك من الأدوية الأخرى التي كانت باهظة الثمن، هناك مثلا الإنسولين أحيانا كنا نشتريه سابقا ب6 يورو، ممكن الآن يتم التوفير عن طريق المنظمة ب1.8 دولار. لذلك تصورنا نحن وندفع بقوة في هذا الاتجاه بتوفير جزء من الأموال لدى المنظمة، لأننا سنضمن الأدوية الأساسية للمواطن الليبي، سنضمن الإنسولين، سنضمن غسيل الكلوي، سنضمن أدوية السكر وأدوية الضغط والأدوية الأساسية للأورام. لكن الأدوية اللي هي فوق تخصصية بتكون غالية جدا، هذه سنسمح للإمداد الطبي بالعمل على توفيرها مما تبقى من ميزانيتها. فكل ما هو مطلوب منا الآن هو أقل من نصف ميزانية، ما يعادل نصف ميزانية الإمداد الطبي تخصص لصالح منظمة الصحة العالمية بحيث أنه يضمن لي الأساسيات. كل ما نحتاجه الشيء الإنسولين، إذا مريض الإنسولين لم يأخذ دواء الإنسولين، ومريض غسيل كلوي إن لم يتوفر لديه الغسيل الكلوي بالكمية والعددية المطلوبة، فيه احتمال كبير إن لا قدر الله يموت، العمر بيد الله. ولكن غياب هذه الأساسيات لا يعني شيء سوى للأسف الموت للمريض. من جهته أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ خالد طالب بأن بعض الأدوية لم يعد موجود منها أي مخزون، مشيرا إلى أن الوضع فاق الاحتمال ويجب عدم التباطؤ في حله. هناك أدوية أصبحت مخزونها صفر وهي أدوية أساسية، وكم مرة خاطبنا الجهات المعنية إنها توفر السيولة اللازمة، منها أدوية كبح المناعة، أدوية التخدير، أدوية السرطان، مشغلات الكلى، وأدوية الأسنان، وكذلك الأسوأ المحاليل الطبية. والحقيقة الوضع أصبح لا يمكن تحمله، ولا يمكن نحن كوزارة صحة أينما كنا نتحمل مسؤولية أخطاء نحن ليس من سبب كان سبب فيها. هناك حلول، احنا لم نعدم من الحلول، احنا لا نطلب معونات من المجتمع الدولي، احنا لدينا اموال كفيله بان تعفينا من سؤال المجتمع الدولي او المنح من الدول الاخرى، ولكن للاسف الاليه الماليه اللي موجوده حاليا في الدوله لا تواكب الوضع الحالي. احنا الحقيقه الحلول يجب ان يكون هناك حلول استثنائيه من مصرف ليبيا وديوان المحاسبه لحل هذا الاشكال، وخاصة احنا عندنا مشكلة الحقيقة اشرنا اليها الا وهي ان مجموعة من الشركات المصنعة رفضت ان تورد الادوية بحجة ان لديها ديون على الدولة الليبية، وهذه الديون من 2009، وخاطبنا والحكومة الانقاذ خاطبت مصرف ليبيا في اكثر من مرة، وكذلك انا متأكد من الحكومة المؤقتة خاطبت مصرف ليبيا لحل هذا الاشكال وتخليص الديون للشركات، وهذه للأسف شركات مصنعة ومحتكرة الدواء، ولكن للأسف البيروقراطية المالية والإدارية فشلت هذا الإجراء، وإحنا حاليا لدينا مجموعة من الأدوية لم نستطيع أن نوردها لهذه على خاطر هذه المشكلة المالية الموجودة في الدولة.
قال صادق شميس رئيس لجنة المصالحة بمدينة زنتان في تصريح خاص 218 إن اللجنة أجرت منذ يومين مفاوضات بين مدينتي الزاوية وورشفانة. شميس أكد بأن اللجنة تمكنت ليلة البارحة من تبادل جثث بين المدينتين، حيث نجحت جهود الوساطة في استلام 4 جثث تعود لأبناء مدينة ورشفانة و7 جثث من الزاوية بينهم امرأة. وأضاف شميس بأن اللجنة نجحت في إطلاق سراح عدد 34 محتجزا في ورشفانة إلى الزاوية بكامل ممتلكاتهم الشخصية والمادية، وستباشر لجنة المصالحة بالزنتان خلال اليومين القادمين المفاوضات بين المدنيتين بشأن الوصول لحل نهائي لمشكلة الطريق الساحلي المقفل منذ قرابة العام. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها أيضا إحياء الذكرى 92 لمعركة الحمادة الحمراء. كاميرا 218 تتجول في رأس لانوف وترصد معاناة الأهالي. روسيا وإيطاليا تعارضان التدخل العسكري في ليبيا. صبراتة تطالب دعم الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب. أهلا بكم من جديد. أقيم الخميس بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة بالبركة المعرض التعليمي الأول في تخصصات برمجة الحاسوب وهندسة عمارة الإنشاءات والسمكرة والصرف الصحي والميكانيكا عامة. القائمون على المعرض ذكروا بأنه يأتي في إطار تعريف الطلبة بهذه المهارات التي تحتاج دوما لتنمية عملية ولإشراف مختصين حتى يتسنى الاستفادة مما يقدم عبر هذه المعارض. طبعا هدف من المعرض هو توعية الطالب بالأجهزة ولا التخصص نتاعه باش يتعرف عليه أكثر وأكثر. طبعا الجانب العملي هو طبعا احنا متركزين على الجانب النظري أكثر من العملي، والهدف من المعرض ان احنا نبوا نوعوا الطالب ونعلموه ونعرفوه بالأجهزة والتخصص نتاعه كيف بيمارس العملي أكثر من النظري. تمسنا حرص الطلبة على التعليم وحرص الإدارة حقيقة على تطوير المعهد من أحسن إلى أحسن. فجل الأجهزة الموجودة الآن أمامنا في المعرض حقيقة أجهزة حديثة جدا ومواكبة للعصر، فهذا حقيقة يدل على شيء، يدل على أول شيء حرص الإدارة، وثاني شيء حرص الطالب حقيقة في هذه الظروف اللي تمر بها الدولة على التعلم والبحث والتقدم وتطوير نفسه. حقيقة هذه الأجهزة تحتاج لجهد كبير جدا. أقيم بروضة زهور المستقبل بزلطن احتفال بمناسبة عيد الطفل والأم وبحضور مسؤولي مكتب التربية والتعليم ومدير مكتب الإعلام ببلدية زلطن وبعض أمهات الطلاب، وتخلل الاحتفال عدة عروض رياضية وفقرات غنائية وفنية.
أحيا مجلس قبيلة العميان بالزنتان الذكرى 92 لمعركة العميان التي دارت رحاها في الحمادة الحمراء ضد المستعمر الإيطالي. وتخللت الحفل كلمات لممثلي قبيلة العميان حيوا فيها أجدادهم وحيوا بقية قبائل الزنتان التي شاركت في هذه المعركة بمجاهديها. نتابع. على هذه السفوح دارت معارك لا تنسى، القبائل في نجوعها واجهت المحتل الإيطالي ببنادق بدائية وبإيمانها بقضية الوطن. في ذكرها 92 أحيا مجلس قبيلة العميان بالزنتان ذكرى معركة العميان التي دار رحاها في الحمادة الحمراء ضد المحتل. المعركة هذه من سنة 1924 قاعد يقاوموا من الصبح حتى لا ظلمت العين. كسال المهاجي هاجوا اللي هم كاملين في الغراب بعيد، بعدين هاجوا قالوا تقلعت المحلة، قالوا هذا سيد بدوي جت من الطابونية فزع قام صباني قال مسلموا، قال ما سلموش، شو تبوا منا جايين هنا صبح ما حتى زرق الشمس. اللي جابوهم الأولاد واردين على الملاح صغار شدوهم وقعد خطفين، قال ايش عادكم؟ قال عاد شويه ران 40 تراس، هم 35 مسلحين وخمسه لا. الاحتفال كذلك شهد امسيه شعريه اقامتها رابطه شعراء الزنتان تسرد تاريخ تلك الفتره بالشعر الشعبي، كما اوقدت شعله النصب التذكاري لمعركه العميان. وين طقوا والنجع وطار حيله والنجع وطار حيله. الاجداد ينقلون تاريخهم الى الاحفاد، فالشعوب التي لا تحفظ تاريخها تندثر. يا رات خدي 30 يا رات خدي 30 واشين عمي بزايد واشين عمي بزايد، ما يلبسوا جرد بايد وما يلبسوا جرد بايد وما ياكلوا لقمة البايد. فرسان على خيولهم يستعرضون مستحضرين الماضي الذي لم يغادر حكاياتهم. نظم فوج الجديد الكشافة والمرشدات بسبها دورة لعرفاء الطلائع للفوج، وتم خلال هذه الدورة تعريف العرفاء بأدوارهم ومهامهم القيادية داخل طلائعهم وفرقهم الكشفية. واستغرقت الدورة يومين بمشاركة الفوج 32 كشاف من حلقة الأشبال والفتيان والفتيات والزهرات. ويوزع الأفراد لما تمثل في مجلس الفرقة أفراده التي هي يكون مسؤولية أن يتحمل مسؤولية. كيف؟ وصلنا في السابق. قريب كيف؟ أقرأ. في أي سؤال؟ 8 أن يعد دفتر. النقطة الأخيرة هذه. تقام هذه الدورة السنوية لعرفاء الطلائع. عريف الطليعة هو المسؤول عن المجموعة الصغيرة داخل الفرقة المتكونة من 7 إلى 8 أفراد. في خلال هذه الدورة يتم تعريف العريف بمهامه ودوره وصفاته داخل طليعته، وكذلك يتعرف إلى المهام التي يقوم بها من ناحية قيادة الطليعة، النهوض بطليعته، المعاملة مع أفراده، تعويدا على تحمل المسؤولية على هذه المجموعة الصغيرة. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. أهالي شقرة يطالبون بتفعيل الجيش والشرطة. كاميرا 218 تتجول في رأس لانوف وترصد معاناة الأهالي. روسيا وإيطاليا تعارضان التدخل العسكري في ليبيا. صبراتا تطالب دعم الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب. أهلا بكم من جديد.
قامت إدارة مدرسة السيدة حفصة للتعليم الأساسي للبنات برحلة ترفيهية للطالبات المتفوقات في النصف الأول من العام الدراسي الحالي. وقالت مديرة المدرسة مريم طوير إن هذه الرحلة تأتي في إطار الأنشطة السنوسية التي تقوم بها الإدارة في تكريم الطالبات المتفوقات الأوائل من كل فصل، موضحة أن عدد المتفوقات للفصل الدراسي الأول بلغ 123 طالبة، مشيرة إلى أن الجهود تبذل من قبل هيئة التدريس بالمدرسة والتعاون المستمر من أجل تقديم كافة ما يحتاجه الطلاب خلال العام الدراسي من تشجيع وتكريم وترفيه. قامت المدرسة بتكريم الأوائل للصف الأول والثاني والثالث، حيث بلغ التعداد الأوائل 120 طالبة، ترتيب الأول والثاني والثالث إلى ترتيب العاشر. والحمد لله تمت طبعا المكافأة اللي هتحصلوا عليها التلاميذ الأوائل، اللي هي رحلة ترفيهية لملعب انبسطوا الأطفال، وإن شاء الله يا رب يحافظوا على ترتيبهم أو أن يتحصلوا على ترتيب الأفضل. قام أهالي منطقة إشقرة بتظاهرة طلبوا فيها الجهات المختصة بتفعيل الجيش والشرطة في مدن الواحات عامة وإشقرة خاصة. وجاء في البيان ضرورة بسط سيطرة الجيش على مدن الواحات والأماكن الحيوية ونشر الأمن والأمان. وجدد البيان الدعم الكامل للجيش وقيادته الحكيمة في خوض المعركة ضد الإرهاب والتطرف، مشيدا بالانتصارات التي حققها الجيش في أجدابية وبنغازي والكفرة على العصابات المعتدية عليها بحسب البيان. نطالب نحن شباب وأهالي ومؤسسات المجتمع المدني إشقرة جهات الاختصاص بتفعيل الجيش والشرطة في مدن الواحات عامة وفي مدينة إشقرة خاصة، وذلك لدورهم في بسط الأمن داخل مدن الواحات والمواقع الحيوية المحيطة بها. ونجدد دعمنا للجيش الليبي وقياداته الحكيمة، ونشيد بانتصارات الجيش في مدن بنغازي وأجدابية وتحرير الأراضي من العصابات الخارجية المارقة في مدينة الكفرة وضواحيها. نبقى في إشقرة، حيث قامت منظمة شباب إشقرة للإصلاح والتنمية بحملة تشجير للمدخل الرئيسي لبلدية إشقرة بمجهودات ذاتية وتبرعات أهالي المنطقة. وقال مدير المنظمة علي يونس إن هذه الحملة تأتي ضمن النشاطات التطوعية التي تقوم بها المنظمة داخل نطاق بلدية إشقرة، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإنشاء حديقة مصغرة بمحطة الوقود الرئيسية بالمنطقة. وأوضح علي بأن الحملة ستشرع خلال الفترة القادمة في استكمال الحملة لتشجير وسط المدينة والشوارع الفرعية وساحة الشهداء وأمام المقرات الحكومية والمستشفى في المنطقة. مركب سوادين مره ثانيه تطلع في الصوره الله يحيي. امال البير خلص ها؟ ارجع لك قبل. ايوه. ولا البير شغل. الفلاح مستر فلاح. سبحان الله. قايمين بعمل تسيير مدخل مدينه إشقرة. وإن شاء الله بدين في الحديقة على يعني قريب تتم إن شاء الله، ودرنا حتى تسجير المدخل وما زال المشروع قائم، وقمنا بعدة أعمال منها إنشاء لافتات للمرور توضيح للمواطنين أماكن المطبات، أماكن الكورفات، أماكن اللي فين ممنوع الاستياز قصدي، وأماكن اللي فين جزر مجموعة كلها مشروع ذاتي مجهود شباب، وقمنا بأعمال خيرية أخرى، وإن شاء الله ما زلنا مستمرين. والدعم بالنسبة للدعم ما فيش دعم إلا من المواطنين أصحاب الشرقية.
إلى العراق، حيث أوقع هجوم انتحاري بحزام النسف ما يقرب من 145 شخصا بين قتيل وجريح في استهداف ملعب شعبي لكرة القدم في منطقة تقع شمال محافظة بابل وجنوب بغداد. وأفادت عناصر أمنية بأن التفجير الانتحاري الذي استهدف ملعبا شعبيا في ناحية الإسكندرية شمال بابل أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 80 آخرين، مضيفة أن من بين المصابين مسؤول حركة عصائب أهل الحق في الناحية. وكان الناطق باسم الداخلية قد أعلن الجمعة أن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر عن مقتل الشخص الثاني في تنظيم داعش بغارة أمريكية في سوريا، مؤكدا أن أمريكا قتلت عددا من كبار قادة التنظيم هذا الأسبوع. وأضاف كارتر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن بأنه ناقش مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان استمرار التعاون في محاربة الإرهاب. وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه اتفق مع الأمير على تشكيل مجلس أمريكي خليجي ينسق محاربة الإرهاب. والرجل الثاني في التنظيم الذي يحمل أسماء حركية متعددة منها فاضل الحيالي وحجي إيمان والقادولي سبق أن أعلن أكثر من مرة عن مقتله، آخرها في أغسطس الماضي بحسب وزارة الدفاع الأمريكية. هددت كوريا الشمالية بتحويل قصر الرئاسة في عاصمة جارتها الجنوبية الذي يعرف باسم البيت الأزرق إلى بحر من اللهب والرماد. التهديد جاء بعد تدريب للجيش أشرف عليه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي دعا الجيش إلى أن يكون مستعدا لتدمير الحكومة في الجارة الجنوبية بلا هوادة حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وأضاف البيان: قذائف المدفعية انطلقت مثل البرق وضربت بشكل مكثف وبشراسة أهدافا في محاكاة للبيت الأزرق والسلطات الحاكمة المتمردة في سول. وكان البيت الأزرق تعرض لهجوم من قوة خاصة تابعة لكوريا الشمالية في عام 1968. وسط حضور تجاوز النصف مليون شخص، أحيا فريق رولينج ستونز البريطاني ليلة الجمعة حفلا تاريخيا في العاصمة الكوبية هافانا في حدث موسيقي يعتبر الأول من نوعه بعد عقود طويلة من القطيعة بين البلد الشيوعي والدول الغربية. الفريق الذي قدم أغانيه في عرض مجاني للجمهور الذي احتشد منذ ساعات الظهيرة في مجمع هافانا الرياضي لحضور حفل الروك التاريخي الأول. ولنا هذه جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين: كاميرا 218 تتجول في راس دانوف وترصد معاناة الأهالي.
روسيا وإيطاليا تعارضان التدخل العسكري في ليبيا. صبراتا تطالب دعم الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. في أمان الله.